ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بالفاع ضواحش توكا أيتباها شخصا في الثلاثينيات من العمر إلى جانب شقيقته على خلفية شكاية تقدم بها زوج الموقوفة يتهمها بممارسة الجنس مع أخيها. وكانت مصالح الدرك الملكي قد انتقلت إلى جماعة إنشاد حيث نصبت كمينا للشخص المشتبه فيه أفلح في إيقافه بمعية شقيقته بناء على المعلومات التي أدلى بها الزوج للمصالح الدركية. ولدى البحث التمهيدي اعترف الشخص الموقوف وشقيقته بممارسة الجنس لمدة طويلة، وقد وضع الثلاثين الموقوف إلى جانب شقيقته تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.